أخبار اليوم. يعني دي ثالث أو رابع دورة يفوز فيها ويطلع فيها الأول. أستاذ خالد، أستاذ خالد أخ أكبر وصديق عزيز زميل قديم، وهو يعني ساعة ما عرفناه وحشينا ونعم الأخلاق ومن المتميزين تماما في العمل الصحفي. أنا شخصيا بحطهم في مكان التقدير كبير جدا، وده مش عشان احنا موجودين هنا، الكلام ده بنقوله من سنين من وراه، لان احنا عرفنا الناس وعرفنا قدر الناس وعرفنا نقدر الناس اللي هي ليها مكانه متميزه في المؤسسه، ومنهم الاستاذ خالد جبر، وعلى راسهم الاستاذ خالد جبر. بشكره شكر جزيل وبشكر حضراتكم جميعا، وعاوز اقول ان انتوا عملتوا حاله من الانحراف كشباب تفاعلية داخل المؤسسة خلال الانتخابات بالذات، أثبت وجودكم مرشحكم اللي من جوه المكان. أستاذ محمد جلال عمل شغل كتير جدا كبير جدا، وفرضت البوابة نفسها على كل الأصدارات وكل الأقسام في المؤسسة، مما أدى إلى أنه يتعرف أن الشباب دول هم الجيل الواعد إن شاء الله في المؤسسة، أو الجيل اللي بيشتغل بالمستقبل بالصحافة اللي جاية، الصحافة الورقية آن الأوان إنها يعني نفكر إزاي نستبدلها بشكل شبه كامل. البوابة هنا هي البداية الحقيقية لمواجهة المستقبل والتفاعل معاه من خلال شباب بيعرفوا التكنولوجيا وبيعرفوا الحاجات الحديثة اللي الأجيال اللي سبقتهم ما كانتش بتتعامل معاها. بكرر شكري للأستاذ خالد والأستاذ محمد جلال ولحضراتكم، شكر جزيل. نتمنى ان احنا نكون معاونين ليكم في رسالتكم المستقبليه باذن الله. شكرا لكم. الاخ الجميل العزيز الاستاذ جمال حسين. يمكن بصراحه مش عارف اقول ايه، يعني يمكن اخويا رفعت قال اللي كل تقريبا اللي انا عاوز اقوله فيما يختص الاول بالاستاذ خالد. ده استاذنا وتعلمنا من ايده، يكفي دمسه الخلق الراجل، يعني طول عمرنا معاه ما شفناش منه حاجه مش كويسه حقيقه، يعني بس هتشوف طول عمره محترم وبيحتضن الشباب وبيحتضن الناس، وعلى المستوى الصحفي طبعا حدث ولا حرج. يعني الراجل يكفي ان جلال الدين الحمامصي كان معينه رئيس تحرير من زمان قوي لما كان طالب في كليه اعلام، فده يعني رؤيه جلال الدين الحمامصي اعتقد كانت صائبه، وهو يستحق اكتر من كده بكتير. استاذ خالد يعني استاذنا واستاذ فاضل. اما بالنسبه للبوابه فانا يعني لو حتى تسمحوا لي ان انا استاذ ممدوح عمل حاله حراك يعني انا طبعا يشرفني ان انا اشتغلت في البوابه، يشرفني ان انا انتمي للبوابه، يشرفني ان انتوا تسمحوا لي اكون محرر، اصغر محرر في البوابه. يعني البوابه شرف، شرف لاي حد، شرف لي ان انا اشتغلت في البوابه، شرف لي ان انا كنت يعني وانا محرر كنت اول ما الخبر بيجي لي بسارع دايما ان انا ادي للبوابه، وكنت ابقى غيران جدا لما الاقي، يمكن انا يمكن عملت الحكايه دي، كنت الاقي الزملاء في اليوم السابع والكلام ده كل واحد ياخد الكلمتين من الوزير ويطيرهم، فقلت يا رب طب ليه احنا ما نطيرش الكلام ده، فبقيت اعمل ده يعني من الوزاره اطير عشان الحق البوابه والحق البوابه قبل الاخبار والكلام ده. انا شرف ليا ان اكون بوابه، عرفت شباب محترم، شباب نظيف، شباب من احسن الشباب في المؤسسه بصراحه، شباب انا بحترمهم بشكل كبير جدا، وكل واحد له مكانه خاصه عندي. بشكركم وبشكر استاذ خالد وبشكر استاذ محمد جلال اللي بصراحه نعم الاخ ونعم الصديق، وكان معانا دايما انسان محترم وانسان ناضج في كل شيء. بشكركم وبتمنى لكم كل توفيق. شكرا. يعني شرف للاخبار واخبار اليوم ان يكون فيها يعني رجل زي جمال حسين، وهو يعني طبعا خدماته على الجميع كبيره ولم يتاخر في اي خدمه طلبها اي حد، وهو يعني اخ وابن واب لكل واحد موجود فينا هنا. ونجاحه هذه الدورة لأول مرة إن شاء الله هتعقبها نجاحات في الدورات القادمة إن شاء الله. عندنا العضو الثالث وهو من أسرة التحرير أيضا الأستاذ فهمي مرسي.
اجمل الرجال اللي في اخبار اليوم، ويعني من انظف الرجال ومن اخلص الرجال في اخبار اليوم. وخدماته يعني مش عايز اقول بقى على كل التحرير، خاصة البوابة هنا كبيرة. هو له ممثل جميل برضو هنا في البوابة، يعني له حفيدة برضو جاية بلد قريبة كده فيها، ان شاء الله كده تتربى في حفيدة من بره اليوم. هتيجي مستنينا ان شاء الله. يا رب كده مايا ان شاء الله. استاذ فهمي طبعا غني عن التعريف، هو طبعا وضعه الاداري لكنه قلبه هنا في التحرير، وبيشرفنا طبعا وجوده معانا. معانا طبعا الخماسي الجميل من التحرير في الجمعيه العموميه، الاستاذ محمد هاشم مجاش، يا ريت يجي. الاستاذ محمد يحيى يوسف، الاستاذ عادل درباله، محمد الفيه، معلنا الاستاذ خالد النجار برضه. اتمنى ان هم يبقوا سته علشان نستمتع بوجود الاستاذ محمد جلال. مدير تحرير والمسلم على الواقع.